شوفي باربي حق البنت. بتحط انت باربي بمكتب؟ اذا بضحك شكلها شو المشكله؟ بتعرف هاي شغله ثانيه بترجعنا للحديث الاول لما قلت لي مين اعطانا هالادوار؟ منو منكم مستعد يعكس الادوار؟ يعني مثلا حمد مستعد انه يعني مثلا زوجتك المستقبليه تشتغل وانت قاعد في البيت تطبخ؟ ياس في البيت اطبخ ما يستوي. ايوه عشي وشي بتصير المستوى. شو بقول لك شغله شو اصلا؟ طب لحظه عرفوا لي انه انتم شو يعني مساواة؟ بس بدنا نعرف حالنا. بس قلنا بالاول قلنا يا جماعه المراه لما بتقول مساواة مش قصدها انه مساواة أن تصير ايكول مع الزلمه، بتقول مساواة ان يكون لها حريه الاختيار، حريتها كشخص كبني ادم ككائن. تشارك مثلا في الاسره، دور الاسره، تشارك في ارائها. بس مش تاخذ دور. تشارك انا اقول في دورها. شو الفرق بين تشارك في مجتمعها؟ معلش خليني اكمل. زين. تشارك بمستوى معين، يعني الى حد معين، يعني باطار كونها مرأة مش رجل. الحين يوم بروح مع رجل مطعم هو المفروض يدفع، يعني خلاص نحن مش في اوروبا. مش منطق اللي عم تحكي. لا بس انا بدي اقول لك شغله، معلش احنا عندنا كمان عندنا احنا مجتمعات معينه، مش بس مجتمعات، احنا عندنا تفهم غلط انه مين قالكم انه دائما الرجل برا البنت والزلمه بتشاركوا؟ مين قال انه دائما بتشاركوا؟ انا كل الفكره اللي عم بقولها هذا لا معلش هذا مفهوم كثير غلط. مين قال انه باوروبا دائما بتشاركوا؟ انتوا عم بتتابعوا بالمساواة لما يكونوا اصحاب اصدقاء بتشاركوا، لكن لما تكون مرأة وجوزها مش دائما بتشارك. لا مش دائما. مش مجتمعات العربيه انا هذا اللي بكون يا 50-50 على كل شيء كمساواة، انتم عم تطالبوا مساواة، يا 50-50 على كل شيء يا بضل اشي مثل ما هي. بقول لك قصة، يوم كنت اداوم طيران الامارات كنت مضيف، كنت اسافر والتقيت وصدقيني دائما اول سؤال يسالوني من وين؟ من الامارات دبي. اوكي ليش تتزوجون اربع؟ على طول عقب ندخل في نقاشات ثانية شو يقولون؟ يقولون والله العظيم انتم عندكم الحريم محظوظات، انا اتكلم عن اوروبيات استراليات امريكيات، يعني يقولون عندكم الحريم محظوظات. قلت انزين ليش محظوظات؟ بالعكس انتم عندكم مساواه عندكم كذا. قال لا المراه تجلس في البيت. شوفها شوف العقليه. ايوه لانهم ذاقوا جربوا. طيب هذا اصلا لحظه أوكي. تقول مثلا جالسه في البيت معززه مكرمه يجيها المصروف متفرغه حق عيالها، فاهم كيف؟ والريال يشتغل ويتبهدل ويجيب لها كل حاجه، ولكن هني شوفي احنا في نعمه، حريمنا في نعمه. انا يمكن انا وافقت في نقطه معينه اللي هي المعامله، فهم كيف؟ كيف اشوف المراه؟ هذه النظره هي اللي تسبب دائما الاختلاف بين الرجل والمراه. بس حمد هذا اجابه، هذا اللي انت قصتك هاي اجابه على السؤال تاعكم، انه حتى المراه الاجنبيه اللي بقمه تحررها ما بدها تكون هيك. انا اتكلم عن الشباب، زين؟ معظم الشباب حافظوا الايه الرجال قوامون على النساء. خلاص ما تتكلمين. شو؟ وعقب شوف يوم يوصل الى نقاش معين شو يقولون؟ يقولون والله صدق يوم قالوا النساء ناقص عقل ودين. هذا غلط. او انك يدهن عظيم. اوروبا يعني نشأوا على فكر معين، ولكن شوف سبحان الله ناقصنهم، فيوم طبعا. وصلوا وطلعوا وعاشوا دور الرجل حسوا فقدوا انه تتعب المرأة لانها مو بعايشه عامله. تخيل انت تمثل 24 ساعه تمثل شخصيه ثانيه، انت مش طبيعتك، شو اللي بيحصل فيك؟ تتعب نفسيا، تتضايق، صح ولا لا؟ مزبوط. فنفس العملية هني شو اللي حصل في مجتمعنا؟ المرأة يمكن جالسة في البيت يجيها مصروف ما يجيها مصروف على حسب الشخص نفسه الرجل، فهم كيف؟ لأن هني احنا تربينا على هذا المبدأ. هني المشكلة وين تحصل؟ المشكلة في الكوميونيكيشن، المشكلة في الأويرنس، الثقافة أو تثقيف أو الحوار. تعليم الحوار ما عندنا، ترى هني مشكلة ثانية. والتربية أهم شيء يا جماعة. يعني أهم مثلا لا والحوار أهم شيء دانا عليه. مثلا عندك إذا اثنين كبل تزوجوا مثلا العائلة فرضت عليهم ان هذول يتزوجون، المرأة يمكن الحرمه ما البنت ما تداني او ما تحب الشخص هذا، تزوجته، حتى لو تكون زعلانه في شيء يزعلها هذه حقيقه، حتى انتم موجودين توافقوني ما توافقوني هذا شيء راجعكم، بس حتى لو كان في شيء تسكت. طب هذا كمان برجع هاي مشكله تربية. ثانيه للتربيه يعني انا اذا ما تكلمت في بيت معطينها حريه لانها هي حريه التعبير عن شخصيتها مش رح تطلع هيك. بس لازم لازم احنا اذا انا مثلا انت خلينا نقول مثلا تزوجنا زين، اذا انت ما لا تخبرني انت يا حمد ما تدخلك ما تدخلك ما تدخلك زين بتشوفين عقب زين. مثلا اذا تزوجنا اذا انا ما عرفت فهمتك سواء كنت من اي بيئه طالعه فهم كيف؟ ما فهمت شو انت تفكرين طريقه تفكيرك، ما راح نعيش مع بعض، لان انت يمكن سايره شرق وانا ساير غرب. خلونا نسوي شغله معينه زين. ليش انا أأكد الشغله هاي؟ بنسوي اكسرسايز الحين، كل واحد يسكر عينه
ما تفتح عينك وبخبركم حاجه نسويها زين، بس لازم عينكم تكون مسكره. انت راح تسكر عيونك. انا بعد معاكم. اوكي اوكي، 1 2 3 سكروا عيونكم، كل واحد يأشر شرق، ارفع ايديك وخلها ثابته. وين الشرق اصلا؟ ما اعرف. اشري اشري. اوكي اشرتوا؟ كل واحد يفتح ايديه، شوفوا كيف تقريبا معظم الناس معظم الناس شوف كيف مختلفه. ليش؟ ترى هذا هو، احنا مو بشايفين شو اللي حاصل. هذا نفس الشيء مع الكوميونيكيشن، فاهم كيف؟ مع الحوار. اذا انا مو بعارف انت شو طبيعتك، شو بالضبط انت تكوينتك، شو تبغين، ما انا يمكن اروح شمال انت تروحين يمين. من الحوار. من الحوار. مزبوط. هاي مشكله. أنا مستمتع بالحديث صراحه، وفي سؤال عم يدور براسي انتوا عم تحكوا. زين يدور طلع زين. وبتكون بديك تجاوبيني اياه بس بعد شوي، جيبوني على هالسؤال. زين انا الكوفي مالي بيبرد، خليني. السؤال هو برايكم نحن مش بنحب هالفروقات وهالاختلاف وهالصراع اللي موجود بيناتنا؟ الاختلاف يعني 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 الصراع والاشياء اللي بنكرهها ببعض مش هي بنفس الوقت بتخلينا نحب بعض؟ اكزاكتلي. طبعا هذا السؤال بدي اياكم تفكروا فيه وتجيبوني عليه بس بعد شوي. الاتفاق ما زال بعيد بين البنات والشباب في 5، وحمد بدأ التواصل عبر صفحة حمد 5 على فيسبوك. علقوا على الكومنت حول الموضوع في فيسبوك جروب 5، وريتويت وريبلاي على تويت 5، وشاهدوا كل الحلقات عبر dmi.ae/dubaitv/5. أما في 5 بعد لحظات مجدداً، 5 يستشير دكتور عامر سعد الدين في موضوع 5 لليوم، أزرق وردي. 5 راجع بعد أقل من 5. اختلفوا، ناقشوا وما وصلوا لحل. شو بيقدر الدكتور عامر يسوي وكيف شرح لهم الموضوع؟ دكتور عامر صراحة شرفتنا وجيت في الوقت المناسب لأنه مولعة عندنا هني. وتعرف مثلا دائما هو الاختلاف سواء كان مع الجنس الناعم وهو البنات والشباب، يقول لك مثلا أنتم ماكلين حقنا وأنتم طغيتوا وتعديتوا حدود واحنا اعطيتونا ما اعطيتونا الحريه وكذا وكذا. وتعرف هالخلافات ما تنقضي. صح. وحتى لو تكلمنا من اليوم لباكر. مظبوط. فنبى نستفيد منك كخبير يعني، فاهم كيف؟ اول شيء وليس الذكر كالانثى، الاختلاف موجود واساسي وقد يكون صحي، ومنذ بدء الخليقه من لما خلق ادم وحواء دائما في خلافات. احنا خلينا نجي على العصر الحديث، الخلافات طبعا يمكن اليوم المرأة دائما بتحاول تثبت وجودها، الرجال بيحاول يثبت وجهة نظره، يقول أنا صح. المرأة الحين عرفنا أنه مثلا بالستينات بالسبعين طلعت جماعة أنه المساواة بين المرأة والرجل. هني الخطر وين؟ قاموا يتعدون المراحل معينة، فهني الرجل قام يحس أنه في خطر. هي يعني ليش؟ نحن حمد زلنا نقول بهالطريقة معناها كأنه الرجل خايف على مكانته، على دوره الاجتماعي، بدي اقول انه انا بالنسبه لي يعني حياخذوا مكاني. ليش؟ انا اذا كان المراه ممكن تصير ملكه، رئيس وزراء، وزيره، مديره، اي مهن ممكن تاخذها. ومع ذلك انا لا تقول انه مع المراه، بس انا عم ببين لك اكثر انه مع ذلك هي ممكن تدير شؤون الاسره. اذا المراه، شوف دور المراه كبير جدا، اكبر من الرجل على فكره، لان هي راح تبني الاجيال القادمه، صح ولا لا؟ لأن هي راح تثقفهم، راح تعلمهم، وراح تمحي السوء التفاهم اللي يحصل، فهم كيف؟ فهني يجي دور المرأة. أما المرأة إذا بتقول لا أنا بسير أشتغل ونافس الرجل في الشغل برا وأهملت بيتها، هذه العملية راح تدور وتدور وتدور وما راح تنتهي. هون فقدة التوازن بتكون، كل واحد له دوره. وما في مانع أنا إذا عندي امرأة، ونحن بنعرف كثير من النساء على مدى التاريخ أسهموا في اكتشافات في تطوير العلوم، لما انا في عندي امراه متفوقه ربنا سبحانه وتعالى اعطيها ذكاء تقدر تسوي اشياء. نعم. ليش ما اساندها؟ ليش لا؟ ليش نحن ما نساندها ونوقف ونسفق لها ونكون معها ونستفيد منها؟ كثير من المدرسات اللي درسوا لنا في الجامعه بالعلوم يعني امهاتنا. دكتور نرجع بعدين، إن انت عم تقول انه تخرجوا ما اشتغلوا، انا يكفيني انه المراه لما بتكون متعلمه مثقفه هي بتنتج لك الاجيال. أيوة. الام مدرسه اذا اعددتها اعددتها الاعداد كيف بيكون؟ من التربيه في الصغر، الدراسه، الثقافه، الاخلاق، هي كلها لازم الانسان يعني. ونحن نربي بناتنا على هذا الشيء عشان نخلق مجتمع. بس شو رايك دكتور مثلا اذا المراه تعلمت وتزوجت زين وبدات تنافس الرجل في مجالات
العمل، ما في عيب، احنا ما نقول لا، ولكن تخلي مثلا اولادها يربون مثلا عن طريق وحده جايه من زين من خلينا نقول من دول اسيويه لا متعلمه ولا مثقفه ولا تعرف ولا تتكلم حاجة اللغه نفسها اي ولا الدين يمكن نفسه ولا الثقافه نفسها، وهي اللي تربي الابناء وترجع بعد الدوام للاسف للاسف يعني ما حد يفهمني غلط، ترجع متاخره من الدوام تعبانه، شو من الاعداد اللي راح تعده؟ لا هون صار في خلل بالتوازن، بالتوازن الاجتماعي، وهون نحن الان بالنسبه لنا المراه اولوياتها دائما لازم تحط الاجنده. يعني انا اذا بدي اسالكم انتم اولوياتكم ليش؟ للتنافس ولا للعائله؟ لو تسمح لي دكتور كمان، في نساء بيشتغلوا لانهم مجبورين يشتغلوا، مش دائما بيكون خيار، يعني ممكن أوكي. تكون هي مضطره انها تشتغل، انا مضطره تساعد. اوكي. لما مضطره تشتغل وتساعد يعني وتطبخ. مش دائما بتكون يعني هي بارادتها، صح ولا لا؟ نحن نحترمها و... يعني بنحاول نكون معها. حسب ما فهمت من الصبايا انه ما بدهم هن، انه هن ما بدهم، بدهم الرجال هو يجيب مصاري، هو يهتم بمصروف البيت، هن بدهم بس انه بدهم ايكواليتي، بدهم مساواه، وبنفس الوقت لا هن ما بدهم يطلعوا مصاري، بده يضلهم بالبيت. لا بس يعني معلش في نوع من التناقض. لا هو نحن ما بتقدر تقول انت بدهم يشتغل ما بدهم يطلعوا بتطلعوا، لا هي بدها تكون تعاون وتفاهم حسب ظروف الحياه بعد حسب ظروفنا، هذا الشيء كثير مهم. لكن ما في مانع الرجل، نحن دائما بنشجع يعني بالطب النفسي علم النفس بنشجع دائما على ما نسميها الشيرد اكتيفيتي اللي هي النشاطات المشتركه، حتى اشراك الاطفال دكتور بعد في البيت. نعم بعدين حتى الامور الصحيه انه نقاش مساعده، رجل بشوف الابن والبنت بتشوف هذا الشيء بتحس انه يعني هي الحياه الحقيقيه، مو الرجال قاعد جيبي لي كاسه مي، ولا انه ليش بيت مو نظيف، طب ما هي جايه بعدك من الشغل، ليش ما انت بتقوم تنظف بتساعدها؟ هون نحن الحقيقه بنطالب فيه. دكتور عندي سؤال. تفضل. اغلب المشاكل اللي تصير بين البنت او الشاب تكون بسبب المس كوميونيكيشن. صحيح. ان الريال مش فاهم المنتاليتي مالت الحرمه، والحرمه مش فاهمه المنتاليتي كيفيه التفكير. كنا نتكلم قبل ان عندنا الانفايرمنت المحيط هو اللي يلعب دور، سواء التربيه، التنشئه، المجتمع اللي نحن عايشين فيه، الاعلام. في رايك شو دور الاعلام في هالناحيه ان تكوين صور مغلوطه عن الجنس الثاني؟ ما هو نحن على حسب الاعلام، هلا في بعض الاعلام اللي بيركز على انه دائما على المراه، على الشكل الخارجي، على الجمال، على المظهر، وهذا الحقيقه يعني اللي هو يعني يقاد بواسطه البزنس والاعمال. لكن انت بدك تروحي على الاعلام الهادف اللي فيه عمق الحقيقه، اللي هو بيعطي لكل دور، لكل امراه دورها، لكل رجل دوره، ومن خلاله يعني بيشجعهم وبيعلمهم. يعني ما في مانع انه الامراه تتعلم اكثر عن تربيه الاولاد، ما في مانع الرجل يكون له علاقه بالتربيه، بالتوجيه، بسلوك الاطفال، هذا نحن نقول انه الاعلام ممكن يساعد. انا بدي ارجع لنقطه كثير كثير قلتيها حلوه انت، انه هي الكوميونيكيشن بين المراه والرجل، وبنرجع بنقول نحن انه لازم نفهم تكوينتنا، يعني المراه بدها تقول انا الرجال، الرجال يعني مثل ما بيقولوا اخواننا المصريين حمش. المرأة بتكون ناعمة، اوكي؟ هذا بنقوله، المرأة عاطفية، المرأة عندها حساسة، عندها امور فيزيولوجية شهرية بتتغير، بتغير هرموناتها، عندها مع الحمل، مع الولادة، لما بتوصل لسن الانقطاع بالنص الأربعينات، هذا كله بناخده بعين الاعتبار، الرجل هو الحقيقة ما بيدخل بهذا الشيء، لكن الرجل هرموناته هي فيها شوية عنف، فيها عنفان، فيها قوة، فنحن لو قدرنا نفهم هذا الشيء بيكملوا بعض بس بيكملوا بعضهم وبصير نوع من التفاهم اللي هو ممكن يؤدي لأسرة سعيدة. زين احيانا الرجل يبدا ينظر خارج نطاق البيت او الاسره في اسباب معينه، احد الاسباب الثقه او خلل شخصي او نفسي اللي يكون. في شغله ثانيه حاليا اللي نعيشها في عصرنا، نعم. اوكي مثلا المراه تروح تشتغل وترد تعبانه، في حاجه للرجل، فاهم كيف؟ اذا ما يحصلها فيضطر انه يروح برا. ما نحن بنرجع بنقول شو اولوياتنا؟ هلا احنا امور اقتصاديه بتجبر المراه تشتغل، غير عن انه المراه بدها تشتغل مشان تثبت وجودها، مشان تدخل منافسه، وبنقول ممكن توصل لمرحله لا سمح الله تخرب بيتها وتخلي بيت اولادها مثل ما انت تحت اشراف نساء جاهلات، او انه زوجها يبعد عنها وتنظر للخارج، فنحن هون بنقول شو اولوياتنا، طريقه تفكيرنا، طريقه تفاهمنا، في امراه او رجل بيقول لك انا ما بدي اجيب اولاد، بدي احاول ابني ناو الامور الاقتصاديه، بهمني اكثر من العائله، سنتين ثلاثه بيشتغلوا مع بعضهم بيتفاهموا. لكن هي اهم شغله انه نحن شو بدنا وكيف نقدر نوصل لاهداف. مثلا عندك دكتور، انا يوم سافرت فرنسا عجبني يعني في هناك في حتى في امور يعني هم يوفرونها للمراه
مثلا حتى لو كانت المرأة تشتغل، إذا جت مرحلة الولادة وخلفت مثلا لها 3 سنوات أو 2 سنين صحيح تجلس في البيت نعم وتربي طفلها وتستلم راتب نعم، بس هذا مش موجود في الوطن العربي. بدي زيدك كمان، في بعض الدول بتعطي إجازة وضع للرجل بشان يكون جنب زوجته، وأحيانا بتكون براتب في كندا موجودة، في السويد موجودة، لكن في عندهم أشياء كمان قد تكون غير إيجابية. أنا بسألك سؤال. مو إيجابية دكتور، أنا مو وياك، أنا شفت دكتور دكتور في السويد الرجل يأخذ إجازة وضع، الحرمة تشتغل ورجل قاعد بيبي سيتر في البيت. أنا دكتور يعني ما بتقبلي، ما أقبل، ما بنقبل يعني، ما حد بيقبل يعني ما بنقبل. لكن سبحان الله، هو ما لقى شغل هي لقت شغل، هو مو بيبي سيتر، هوني مساعد لحد ما تتحسن الأمور والظروف. لكن نرجع على الأمور الأجنبية، أنا بسألك حمد، أنت قاعد أنت وزوجتك في الكوفي شوب، خلصنا طلبنا، تقبل إنه زوجتك تدفع هي وأنت تدفع؟ أيوة. كنا هذي اتفقنا عليها محمد، نص بالنص. أيوة. نص بالنص. النص بالنص ليش؟ إذا مثلا في مساواة. أنت بتقبل يعني؟ مرتب. أنا ما أقبل، بس إذا أي موضوع المساواة هني يقول لك أوكي إذا مساواة ادفعي. إذا أنت بتعامليني بالطريقة، شوف بقول لك، إذا الحين مثلا أنت، أنا بطالع نفسي في مرآة، إنزين، أنا بشوف نفسي، إذا خربت شكلي إنزين بشوف شو بشوف؟ بشوف شكلي اللي موجود، صح ولا لا؟ فهذا هو انعكاس التعامل بين الشخص. انت مثل ما تعاملني ببدا اعاملك، بيبدا العناد هني. نحن غير التحدي غير والعناد غير. نحن لما نقول العناد هوني معناها فقدنا الكوميونيكيشن، دخلنا في نوع من انواع التنافس الغير صحي. حلو. فنحن هون بنقول انه لا، نحن بنكمل بعضنا. وهي انت اذا بتشوف زوجتك ناجحة ما بتسفق لها؟ أكيد بشجعها، بوقف معاها عشان تطلع وتثبت، لأن إذا نجحت هي أنا بنجح، عيالي بنجحون. هو هذا باختصار اللي إحنا بنقول إنه قضية تكاملية وليس تنافس. بس صحيح. بس سؤال مهم كثير بدي أسألك، إنه المرأة لما تطلب المساواة، هل بتكون عم تطلب المساواة بكل الفيلدز، يعني مع الرجال بكل شيء؟ هو هذا بدنا نسأل، هذا السؤال، هذا هو هذا السؤال احنا نسأله اياه. هون بترجع بقى لشخص، بس ما هن ما بيعرفوا، ما هن ما بيعرفوا. هو هي يعني انا بقول انه المرأة ما كانت تقصد بالمساواة انه انا اكون مثل الرجل، الحمد لله. ولكن انا بعتقد انه في مرحلة من المراحل، وخاصة مع الامور على مدى التاريخ، والمرأة كان ينظر إلها دائما إلى أنه بالبيت، وقد تكون نظره دونية وما إلى ذلك. أقل من الرجل. هذه لا، نحن عم نحكي أيام ما كان السفير راتب، اللي بدك تشتغل حتى بدون راتب. أي أي أي. فهذا كله طبعا بلشت تطلب، أنا بعتقد أنه كانت تطلب بحقوق أكثر، مثل اليوم نحن ما عم نطالب بحقوق الأطفال أكثر. يعني اليوم مثل أطفال ممنوع يضربوا، إذا واحد ضرب كلمه، نفس الشيء المرأة. لكن أسيء تعبير الفترة هذيك التعبير انه مساواة مساواة مساواة، هي كانت الغلط حياة. وهون ولدت ردة فعل لدى الرجل، بدك تساويني، بدك تسوقي تراكتور، بدك تشتغلي انت بقسم، بدك تدفعي الفواتير. فهون صارت الحقيقة يعني نوع من انت ما بتعمل بالمساواة على كل الأصعدة. نحن ابتدينا حديثنا وليس الذكر كالأنثى، هذا صحيح. القرآن، بس ما هن مثل بعضهم أبداً. كان وقتك ممتاز، بس دكتور في عندي سؤال واحنا ماشيين بيني وبينها؟ بيني وبينك لازم طب سكر المايك عشان ما يزعلون الحليب. سكروا صحيح المايك عشان ما